تمكن معظم كبار القارة الصفراء من العبور إلى دور ربع النهائي من بطولة الأمم الآسيوية، فيما حجزت منتخبات أخرى بطاقاتها لتشكل مفاجأة. والحديث هنا عن منتخب فيتنام حصان البطولة الأسود الذي أقصى منتخب الأردن متصدر المجموعة الثانية. متصدرة التصنيف الآسيوي إيران تمكنت هي الأخرى من العبور إلى دور الثمانية بعد فوز لم يكن سهلا على منتخب عمان والذي قدم مستويات جيدة في البطولة، بينما استطاع التنين الصيني قلب الطاولة على تايلاند لتأمين عبوره إلى ثمن النهائي. المنتخبات العربية التي سجلت حضورا قياسيا في البطولة لم تتمكن من فرض وصولها إلى أدوار متقدمة، فالمنتخب السعودي فشل في اجتياز واحدة من أسوأ نسخ المنتخب الياباني الساموراي الذي فاز بهدف وحيد لكن بمستوى سيء، بينما تعذب المنتخب الإماراتي المستضيف كثيرا قبل أن يجتاز عقبة الوافد الجديد على البطولة منتخب قرغيزستان الذي لقي إشادة واسعة من المتابعين. كبير آخر من كبار القارة وهو حامل اللقب منتخب أستراليا احتاج إلى ركلات ترجيح لتجاوز منتخب أوزبكستان والذي لم يتمكن من فك عقدته مع منتخب الكانغورو. أما منتخب كوريا الجنوبية فقد حقق تأهلا صعبا وكان على حساب منتخب البحرين بعد فوز بهدفين مقابل هدف بعد أشواط إضافية. آخر مباريات دور 16 كانت المنتخب الوطني الذي لم يشفع له الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون ليخسر بهدف وحيد أمام منتخب قطر، وجاء عبر ركلة حرة مباشرة سجلها المدافع بسام الراوي لينضم المنتخب القطري إلى المتأهلين إلى ربع النهائي.